شو هو وضع المشاة بلبنان وعدد الحوادث يلي عم بتصير للمشاة كل هالتفاصيل رح نتابعها مع فادي جبران رئيس جمعيه كون هادي فادي صباح الخير صباح الخير كيفك اليوم؟ ماشي الحال تمام يعني بس نقول المشاة يمكن بنقول ما كثير في عنا طرقات مجهزه للمشاة صح رغم هالشي يمكن نسبه الحوادث يلي بتصير او الوفيات تحديدا الوفيات هن فوق ال 40% مش قليل بالعالم كله وبلبنان فوق 33% من الوفاة هن مشاة اف بقى لانه هن اضعف شيء على الطريق وما حدا بيهتم فيهم ومثل ما قلتي ما في البنيه التحتيه لهم واذا في مطارح في ارصفه بنشوف سيارات عم بتصف يعني نح ولا نحن عم نساعد المشاة ولا هن عم بيساعدوا السيئين ضروري آه في شيء ثقافي للمشاة وهلا الحلقه بدنا نخبر وين لازم يقطعوا وين ما لازم يقطعوا تنخفف الخطر قد ما فينا عليهم يعني هون التوعيه بدها تكون للاشخاص اللي بيستلموا او يعني بيمشوا على الطريق بيستعملوا الطريق كمشاة وللاشخاص اللي بيكونوا بسيارات ونكمل. كمان, يعني انتبه. كمان رح نحكي كمان عنه يعني كلنا بنستعمل الطريق ما في حدا ما بيستعمل الطريق مشان هيك لازم نعمل هالتوعيه لكل مواطن لبناني نعم بتعرفي بعقد العمل للسلام المرورية اللي هو من 2011 ل 2020 قلنا سنتين عم بيشتغلوا على المشاة وخاصة على الولاد صغار يعني نسأل صاروا يروحوا يسألوا الولاد شو بدكم تتروحوا من المدرسة للبيت من البيت للمدرسة وترجعوا بأمان وصرنا نجمع كلنا ونبعثهم للأمم المتحدة وتل الدولة تشتغل تتبنى على... هيدا الشيء. تتبنى هذا وفعلا السنة بتعرف من بعد ما قال عملوا المجلس الوطني للسلامه المروريه بعثوا امين السر تبع اللجنه الوطنيه وراح حضير بالبرازيل مؤتمر سنه 2015 وكان عن المشاة ان شاء الله يكونوا عم بيحضروا شيء يبلشوا يشتغلوا للمشاة لان هي اول مره لبنان بيشتري أوكي. كنا قبل نحن كنا هادي نروح نشتري نعم. هاي اول مره هن هي. اها محط الطريق يعني بيكون هادي لحتى تكون على صعيد دولي هالمره يمكن ان شاء الله إن, ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شو كان عم ينكتب؟ يعني شو طلبوا أه الطلاب لحتى يقدروا يمشوا؟ يمكن مزلوب. هيك بنبلش من هن افكارهم البسيطه مزبوط كان بدون طريق امني ما السيارات ما تتعرض لهم لما ينزلون عم من الباص ما يقطع السيارات حدهم ما يسرعوا قدامهم السيارات يعني هلا اكثر شيء طالبين سنتورات بالباص نعم طالبين ارصفه خصوصي لهم للمشيت وحاطين ممرات للمشاة قدام المدارس ومطبات ضروري ضروري المطبات خاصه مطرح ما فينا نحصر السرعه يعني السرعه ما لازم تكون فوق 30 قدام مدرسه وقدام مشاة ما لازم تكون فوق ال 50 مشان هيك بالمدينه اذا ملاحظة ممنوع نسرع فوق ال 50 هلا العالم ما بعرف بيسرعوا اكثر لانه السياره بدها وقت تتوقف ما بتوقف بسرعه سياره بدك ردة فعل لتجي تاخذي قرار تضربي فران وتتوقف السياره ما هيك واحد بيوقف دغري السياره وبتوقف مطرحها صح يعني انا اذا ركضت هلا ووقفت بزحيت ما دغري بوقف وزيت الشيء مشان آه هيك ضروري مطرح ما في مشاة بالمدينة،, بالمدينه بقلب مدينه ممنوع نسرع فوق ال 50 لا سمح الله حدا انقطع قدامنا ما بنقدر نوقف ما بنقدر ما نضربه نعم سياره وبنفوت فيه هوني آه بس بدي اسالك <applause> عن صعوبه انه يكون في ارصفه يعني حتى نحن بالمناطق اللي تعتبر في تصنيف للمناطق مثلا بيكون سعر الشقه فيها اغلى بتكون حتى تسكن فيها لازم تكون مجهز بمعطيات معينه يعني بهيك مناطق حتى ما في ارصفه والسيارات اذا في رصيف بتكون بيكون رصيف كثير صغير حتى واحد وحده ما في يمشي يعني هون اللي عم بفكروا باللي عنده اعاقات يمكن بحاجه لكرسي مم. ولا بالام يلي بدها تجرب وست وليدة ما عندنا هالمؤهلات على الطريق كيف ممكن نعمل في في مطارح حطوا ارصفه في مطارح حطوا في مطارح ما في ارصفه صار في كثافه كثير سكانيه قويه ببيروت ما درست البنيه التحتيه مم. لبيروت يعني حتى كمان لازم السياره وين توقف ما بتوقف نص الطريق لازم بالرصيف ما ما بعرف اذا بتتذكر بالزمانات كيف كانت توقف لجوا سياره صح هلا ما بقى في شيء هيك ب... على كل حال رح نتابع بهالتفاصيل معك فادي جبران ولكن هلا حان الوقت لحتى نكون مع موجز الاخبار تفضلي ناتالي مجلس أخبار العشرة من الأوتي أهلا بكم تمنى وزير العمل سجعان الزي على رئيس الحكومة تمام سلام الحريص على المؤسسات والذي اختير أساسا لأنه فوق النزاعات كما قال أن يتخذ موقفا يحسم من خلاله وضع مديرية أمن الدولة فمواصلة تهميش هذه المؤسسة بغية إلغائها التدريجي لا يؤدي إلى ضرب الحكومة فحسب بل إلى اهتزاز في توازن التركيبة الأمنية ولفت أزي إلى أن دولة لبنانية سقطت جزئيا ولكنها تقاوم سقوطها واخر دليل مقاومتها تنظيم الانتخابات البلديه لفت عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم إلى أن كل اللوائح والأحزاب والجهات أثبتت في الانتخابات البلدية التي جرت الأحد في بيروت وزحلة وجودها الذي ليس بالجديد وأشار كرم إلى أن الخط العام الذي فرض تفاهم الأحزاب أي التفاهم المسيحي المسيحي سيدخل إليه الكثير من الشخصيات من خارج السياسة داعيا الجهات المسيحية إلى المشاركة في معركة استرداد الشراكة الوطنية التي تقيم التوازن في الوطن اما عن الانتخابات البلديه في جوني فلفت كرم الى ان التنافي بين القوات اللبنانيه والتيار الوطني الحر في جوني لا يعني التشنج بل هو مساله مطلوبه وعندما لا تكون موجود هناك يكون خطر على الوطن وعلى الديمقراطيه مشيرا الى ان التنافس الديمقراطي يؤمن عدم وجود التشنج ولا يكون هناك تشنج بين التيار الوطني الحر والقوات في جوني كما قال كرم إلى الأخبار الأقليمية والدولية تظاهر المئات في مدينة بن قردان في جنوب تونس احتجاجا على استمرار إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي مع ليبيا بناء على قرار من طرابلس وعمد المتظاهرون على أحراق الإطارات احتجاجا على إغلاق معبر رأس جدير الحدودي في قرار من الجانب الليبي وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المثيل للدموع لتفريق المتظاهرين الغاضبين أعلن المتحدث باسم الشرطة النيجيرية أن مسلحين قتلوا أربعة من أفرادها في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط موضحا أن الضباط وقعوا في كمين في منطقة أوكوبي أثناء سفرهم إلى يناجو عاصمة ولاية بايلسا وزادت الهجمات على خطوط أنابيب النفط وعمليات الخطف في منطقة الدلتا التي يخرج منها جزء كبير من إنتاج النفط النيجيري وذلك منذ إصدار السلطات أمر اعتقال بحق يدي متشدد سابق بتهم تتعلق بالفساد في كانون الثاني الماضي. ضرب اعصار قوي ولايه اوكلاهوما الامريكيه تسبب في مقتل شخص وتدمير عدد كبير من المباني. وذكرت وكاله الانباء الفرنسيه ان الاعصار دمر عددا غير معروف من المباني الخشبيه بعد سلسله من اعاصير اخرى ضربت المنطقه. ومع هذا الخبر ناتي الى ختام موجز العاشره نعود من جديد الى الزميله ميراي لمتابعه يوم جديد. نرجع لكم مشاهدينا لنتابع اللقاء يلي كنا بداناه قبل موجز الاخبار مع فادي جبران رئيس جمعيه كن هادي، كنا عم نحكي عن المشاة، عم نحكي عن الارصفه الشبه معدومه حتى بالمناطق يلي مصنفه فئه أه حتى الارصفه عم بتكون كثير صغيره غير مؤهله لشخص يمشي عليها، فكيف بالحال اذا معه بوستات او شخص عنده يعني اعاقه معينه او احتياجات خاصه؟ هي بيروت ماخوذ بعين الاعتبار، البنيه التحتيه اختين الارض فيه وماخوذه بس عم بيصفوا عليها سيارات، ما اخذ بعين الاعتبار المواقف للسيارات ده. بخلال الحرب صار كل واحد يعمر الطابق تحت الارض ياجروه بدل ما يعملوه مع انه بالقانون مجبور يكون في موقف يعني بكل بنايه ومشيت هيك، هلا بلشوا يحطوا بس كنا تاخرنا وصار في كثافه كتير كبيره يعني انا ما انه يصير في ديسنتراليزيشن يعني كل شيء ببيروت يعني يتوزع اي يتوزع ما يكون كله كله يعني. كله ببيروت اول شيء الاقتصاد بينما اكثر و, و, و في وظائف اكثر بتوظفوا عالم اكثر يعني حتى وزاره الجنوب اللي بده يجوا يقبضوا المهاجرين بعتقد ببيروت بده يجوا من الجنوب لبيروت ما يوزعوا كل شيء ويفتحوا فروعه وبيفتحوا مجالات للعمل و نعم. كل شيء بيتحسن والاقتصاد بين ما كمان قبل نعم. ما بلش نشوف الصور هون كمان باشارات السير الموجوده عندنا بلبنان يمكن ما بنشوف اشاره خاصه بالمشاه يمكن نلتزم اكثر بالضوء الاخضر بنقول اه هلا الطريق لنا نحن مثلنا مثل السياره بنشوف بالدول الاوروبيه في للمشاه في للبيسيكلات يعني مقسمين لدرجات كثيره مزبوط. مزبوط هي مثل ما عم تقولي الطريق هي بتحكي معنا حكي يعني ما ضروري واحد يقول لنا هون ممر مشاة هي بتحكي حكي بيكون في اشاره بلبنان في اشارات بس لانه يمكن العالم ما بيعرفوا شو معناتها هلا بيروت أكتر أوكي. شي بيروت مظبوط ولازم تنتشر أكتر بس في اشارات بس ما بينتبهوا لها ما بيعرفوا شو معناتها والاشاره هي بتحكي لحالها معموله بطريقه دغري اول ما تتطلعي تفهمي شو هي معناتها بس ما ما حدا بيعرف شو معناتها ومشان هيك يعني عم نطلع معكم انتم فاتحين لنا المجال نعطي هالثقافة ضروري لنفهم نحن والمشاهدين والمشاهدين أكيد. شو أكين. لازم نعمل معنا مجموعة من الصور رح نبلش فيها لحتى كمان تخبرنا أكتر فادي أوكي. شو عم نشوف وشو لازم نفهم كمان أكين. من الصور هاي لنقطع الطريق بحضاره هيدي اكيد بنكون كلنا متحضرين بتامل مم. ونقطع بطريق بحضاره هيك لازم هو محطوط انه ممنوع نقطع لحد مسافه 150 متر اذا في ممر للمشاة ممنوع نقطع على الطريق هيدا هيك بالقانون الجديد أوكي. ممنوع يعني ممر مشاة جسر ممنوع جسر للمشاة مجبورين نقطع فيه لحد 150 متر بعد ال 150 متر بحق لنا نقطع بس بعد ما نأمن الطريق أوكي. حتى لو ما في مكان لحتى لو ما في مكان آه. بحق لنا بس بدنا نتاكد على الاوتوستراد ممنوع أي. على الاوتوستراد ممنوع, يعني. ممنوع. اي امبارح رجع من المطار انا واحد بالليل يعني عن جد انتحاري ركض ركضي بيكون عن جد عم بعادة حياته للخطر وهون أي. الحق على مين بيكون اذا صار في دهس؟ هلا الحق على السيارة, على السياره بس هلا ايه نعم. على السيارة. اكيد هو يوم. ما بحق له نعم. يقتل السيارة بده ينتبه هلا اوتوستراد كمان لازم ينتبهوا المشاة على الاوتوستراد العالم ماشي 80 و100 ما بيقدر يوقف دغري اكيد اكيد وقاطع لابس اسود يعني كيف إنا نقشعر وبالليل مظبوط وبالليل نعم آه إذا بنشوف مثلا ممنوع المشاة أنا عم بجرب أقول حسب القانون ونجرب نخفف الريسك على المواطن مم. ممنوع يقطع بقلب نفق المشاة ولا على جسر بتعرفي لأنه معمول قد السيارة صح يا إما قد سيارتين صح. وما في ممر للمشاة ما في أرصفة صح سو ممنوع نقطع بالهيدا وعليهم نظبطها بين 50 و100 ألف ليرة آه الهده. أوكي اوكي اذا تطبق ان شاء الله يتطبق اذا بنشوف اللي بعدها حتى لمن لو عم نقطع على خط الابيض مجبورين نقطعها بخط مستقيم ممنوع نروح دياجونال لانه اول شيء بتاخذ وقت اقل أوكي. و هي بتاخدي وقت اقل اوكي مستقيم هلا لانه بدنا نلتزم بوقت الاشاره اوقات بتفرق معنا شوي لحتى ما حدا بسرعة بس ما رح تلحق لانه بلبنان بصفوا على الخط الابيض سو بدك تعملي زيكزاك بين السيارات ما رح تلحق كمان ما رح على كل الاحوال ما رح لحقي نعم ايه اذا بنشوف الصوره اللي بعدها كمان بقلب المستديرة بالمستديرة ممنوع نقطع بنصها مم. بتعرف في ناس بيقطعوا بالنص بيروحوا ميل ميل لان اقصر طريق هو لازم نبرم دير ما دايرة مظبوط بيكون في ممرات لمشاة لان كثير خطرة والصورة اللي بعدها هول كلهم عليهم مضبوطة بالجبل يا هون بوقفوا لها لتطلع بحس هون ايه لا هلا السيدة ما هيك هلا لابسة كثير قصير انا ما بوقف لها <applause> اوكي آه بدي اقول مطرح ما ما في أرصفة يا ما على طريق الجبل مم. دائما بنمشي نمشي بعكس اتجاه سياره اوكي إذا السيارة زحت يا ماشي نعرف ننتبه لا عم نقدر نشوف نزيح نشوفها أكثر معنا ولد ميلة جوا مش ميلة الطريق بليز على طول على طول ضروري حاطينه هن حاطينه ميلة عم بيحتموا فيه يعني ما بعرف ليش ما بينتبهوا؟ هاي ضروري يعني كثير دائما نمشي بعكس اتجاه سيارة أوكي. وخاصة الأولاد يعلموهم بطرقات نعم. الجبل هون بالقانون قايلين كمان انه اذا طالعين خاصه هلا شهر المريمي طالعين على حريصة ضروري اللي يكونوا لابسين ريفلكترز اوكي اشي عاكسه للضوء يا اللي قدام واللي ورا يكونوا حاملين ضوء مم. لا ينتبهوا ايه حسب القانون قايلين يحمل ضوء ابيض قدام واحمر ورا بس لسلامتهم يعني لبس اكيد اكيد ضروري وسمعتي كل هذيك السنه مدري اللي قبلها كمان خبص دايماً حدا دائما ايه. بيصير في حوادث يعني دائما للاسف بس ما حدا بيقشعن يفكروا انه ما حدا بيقشعهم بالليل خاصة إذا مش لابسين إشياء عاكسة للضوء واللي العمال على الطرقات ضروري يلبسوا إشياء عاكسة للضوء والصورة اللي بعدها على طول على طول لما مننزل حدا أكيد مطرح بنقدر نوقف مش بنص الطريق بليز مش بنص الطريق بيوقفوا انا بكون مستعجل مثلا بيوقف قدامي بده ينزل حدا فجاه بلا اشاره طيب شو ذنبي انا انه صف على جنب وخذ وقتك قد ما بدك وما في محل صف على جنب في محل في مطرح بيقدر محل. يزيح على مزبوط. ما دغري اهم شيء ننزل من ميله الرصيف اوكي على طول ننزل من ميله الرصيف والمشاة بقول لهم ما ينزلوا لحد 25 متر من قلب مستديره من تقاطع طرقات ينتبهوا لانه السيارات ما بينت... ما بيقدروا بيسكروا الضوء الرؤيا يعني رؤية صح بيسكروا الرؤية على السيارات أوكي. إذا بدو حد شمال ولا يمين هيدي لحد 25 متر بيكونوا بعاد عن الضوء الأحمر يما مم. عن التقاطع واللي بعد عم نعمل قدام المدارس عم نحط مطبات وممرات للمشاة وعلامات انه هون انتبهوا في مدرسه والسرعه. مم. وعاملين هيدا الشيء هلا عملنا بضيعة مغدوشة يعني منا دعاية بس بدي اتذكر رئيس البلدية فوق السيد جورج يونين هو اللي طلب منا انه نقدر نعمل مشروع تارجت زيرو يعني نوصل لصفر حوادث سير بقلب المدينة نعم هو كان يصير في حالات دهس؟ ايه بسنة آه. 2015 صار في ثلاث حالات ثلاث وفات و25 حادث سير خلال 14 شهر نعم اخر 2014 2015 نحن خلصنا مشروعنا اخر 2015 لحد هلا ولا حادث سير صار لنا تسعة آه. شهور ولا حادث سير وصلنا للتارجت زيرو الحمد لله هذا كان الهدف ايه. منا وحتى مع الجمعيه ما, ما دام عاملة جمعيه نحو حياه افضل برمنا على كل المدارس عملنا توعيه للسلامه المروريه حلو. بقلب مغدوشه وسوينا هل قد تفاعلت القصه لحتى وصلت للهدف المقصود يعني هي ما قدرنا ما في بوليس ننزل نمنع السياره تقطع تنزل تحت ال 50 كيلومتر بالساعه وهيدي ضايعه الخط الرئيسي كلها محلات وضيقه وكل كل الضيع بدها تمرق من هونيك وكلهم بيمرقوا بسرعه مشان هيك صار كثير حوادث سو طلب منا نقدر نوصل لصفر ووصلنا لصفر فعلا انها تسعة شهور <applause> مع انه امبارح كنت فوق من كان ابنه امبارح فوق انا شفته بره لابنه عم بيخبرني صار حوادث على اطراف الضيعه ايه بس مش عندهم بس, يعني مش, يعني. عندهم. كتير حوالي بس مش عندهم، صار كثير حوادث على ترفدات مش صار؟ يعني التزام هلا كمان معنا فيديو ما بدنا يداهمنا الوقت من دون ما نشوف بس تقول على السريع هو حطينا مطبات على كل 250 متر اوكي مطب وحطينا علامات زفتنا الطرقات مطرح ما هيدا وحطينا اضويه على السولار انرجي اوكي و حتى صار في اسعاف كمان حتى عملنا سياره اسعاف مجهزه للاخر وفي 25 يعني هذا يعني وقت الطرقات بتكون مجهزه في احترام لشخص يعني وقت نشوف صح طريق نظيفه مرتبه مضوايه بشكل مضبوط الا ما نلتزم صفر مثل وقت اللي بنسافر لبرا ليش نلتزم؟ مظبوط لانه بس برا ما وصلوا لصفر ما وصلوا لصفر نحن وصلنا لصفر بضيعه صغيره بدنا نوصل لصفر من بعد ثلاث حوادث بالسنه ثلاث قتلى بسنه نعم. و25 حادثه ان شاء الله هيك بتتفاعل اكثر بمختلف إن شاء يا ما أنه يعني ما يخلوا يمشوا فوق ال 50 خلينا نشوف الفيديو قبل ما يخلص okay. وقتنا كمان نفهم اكثر. مرق بسرعه الوقت. مرق بسرعه. <applause> <applause> لما تضوي الاشاره الحمراء، وقف سيارتك قبل الخط الابيض لممر المشاة، والا ما بتسمح للمشاة بعبور الطريق بشكل مستقيم وامن. توقف قبل هالخط كمان بيأمن لك حقل رؤيه اوسع تضل شايف الاشاره الضوئيه. تذكر تحترم المشاة لانهن اضعف مستخدمي الطريق <تصفيق> <تصفيق> كمان بعدنا بالمشاة والزيح الابيض انهم معنا ضروري نوقف قبل الزيح الابيض اول شيء انا السي كسي حق الرؤيه تبعي اكبر م. بقدر اقشع قبل اللي واقف قدام يعني انا دائما بوقف ورا بقلع قبله للي واقف م. قدام تقشع مزبوط تعرف امتى أي. وشو الفرق ان اوقف قدامه ولا ورا ما بعرف انه شو الفرق نوقفه دائما بدنا نكون نحن بالاول ليه ما بده يحترمه للمشاد يعني يمكن ابنه مشاد يمكن هو مرق هيدا السؤال ابي اللي بدي اختم ما حدا فيه أه وقت اللي بيكون في شخص بده يقطع الطريق وما في لا اشاره ولا في زيح ولا شيء الاولويه للمشات الاولويه للمشات ضروري خفف وقطع المشات قبل اوكي اكيد مم. مش على الاوتوستراد اكيد لا الاوتوستراد مش, مش لازم الأوتوستراد. يعني بس بطريق بنقطع يعني في احترام لاله اكيد 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 ان شاء <مشال> الله ان شاء <مشال> الله ان شاء <مشال> الله نوصل لل انه نحترم بعض ان كنا مشات او غير مشات بالاول لحتى بعدين نعرف كيف بدنا نقدر على الطريق كيف لازم نسوق او وين ما كان فادي جبران رئيس جمعيه كون هادي بدي اتشكر حضورك مع حضورك معنا اهلا وسهلا فيك وميرسي دائما على التوعيه يلي بتعطونا اياها نحن ومشاهدينا اكيد اهلا وسهلا